السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتجدد التحية بكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم عبر قناة كويت سبورت من تلفزيون دولة الكويت، ويسعدنا أن نلقاكم مرة أخرى في برنامج ما بين السطور، حيث المواضيع المتنوعة الخاصة بالصحف الصادرة هذا اليوم. فأهلا وسهلا بكم معنا في هذا اليوم الجديد، يوم السبت. ننطلق بإذن الله تعالى ومع أخبار محلية عربية عالمية ستكون موجودة ويانا فيما بين السطور. ولكن في البداية خلوني أرحب بزميل ماجد المهندي، رئيس قسم أو رئيس تحرير الرياضي الإلكتروني. حياك الله وفرحان. أرحب عليك أبو شاهين، أرحب فيك وأرحب بالسادة المشاهدين. وجو جميل ونهاية أسبوع، جو مشمس، حلو أمطار الخير الحمد لله. لله الحمد والشكر، وأكيد راح ننطلق مع أخبار منوعة جميلة أكثر بإذن الله تعالى. لكن ننطلق بعناوين الأخبار. نبدأ مع الأنباء التي عنونت: الأزرق يفتقد العنزي ويستأنف تدريباته اليوم، وفي الراي مواجهة صعبة للأولمبي مع اليابان، أما القبس الأصفر والأبيض في سوبر السلة. وفي جريدة الجريدة: الملة، عدم وضوح موعد استئناف دوري اليد يضر بالفرق. نبدأ جولتنا المحلية مع أبرز ما طلعتنا به جريدة الأنباء. ننطلق بالعنوان: الأزرق يفتقد العنزي ويستأنف تدريباته اليوم. تعرض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لصدمة موجعة بعد أن أعلن رئيس الجهاز الطبي باتحاد الكرة الدكتور عبد المجيد البناي عن إصابة لاعب الوسط فهد العنزي لكسر في عظمة الشظية بالساق، احتاج على إثرها لتدخل جراحي. ومن المتوقع أن يغيب العنزي عن الملاعب لفترة لا تقل عن شهر ونصف الشهر من أجل التعافي بشكل كامل، ومن ثم المشاركة في التدريبات للإطمئنان على حالته، يعني غيابه إلى منتصف أو نهاية شهر يناير المقبلة. يعني إحنا استبشرنا بأمطار الخير، لكن الإصابة للنجم الدولي فهد العنزي أكيد لها يعني سلبيات على المنتخب بهذا المركز بالتحديد. لكن أستاذ ماجد بفرحان، مدى تطور هذه الإصابة، وخلنا نقول يعني الإشهر واحد وايد بعيد، يعني هل هي ثقيلة وايد؟ لا مو شهر وايد، تقريبا يمكن إلى بعد شهر اثنين بعد اللاعب راح يروح برشلونة. نعم. راح يسوي عملية، حدد موعد مع دكتور قاعد يخلص أوراقه. فهذا عنجي من ركائزه أساسية في المنتخب. صحيح. أعتقد إن إصابته نعم صدمة قوية وموجعة، ولكن أعتقد في إن شاء الله بإذن الله بدائل، ونتمنى فهد العنزي أن يعود أقوى من السابق. فهد العنزي لاعب محترف راح يفتقد منتخب الكويت، يفتقد ناديه في قطر، نادي المرخية القطري. صحيح. رجل محترف وسفير للكرة. نعم. الكويتية في الملاعب القطرية، نتمنى له الشفاء العاجل. فهد العنزي أخذ من خيرة النجوم وخيرة اللاعبين، وأعتقد أن الجهاز الفني عنده بدائل. منتخب الكويت أعتقد فيه أكثر من فهد وفي أكثر من البديل المناسب في هالمركز. والله أعتقد فيصل زايد اللاعب البديل رقم واحد، إضافة إلى طلال جازع من الكويت بديل. نعم. أعتقد في لاعبين، أحد اللاعبين هذول يقدر إنه نوعا ما يسد إذا يبدع بعد مكان فهد العنزي، وخير ممثل وخير بديل لفهد العنزي. أعتقد اللاعبين هذول هم الأجهز فنيا. أنت لما ذكرت لي فيصل زايد، يعني قاعد أتخيل أسلوب طريقة فهد العنزي، رايح راد رايح راد، عنده نزعة هجومية ونزعة دفاعية. فيصل زايد نزعته الهجومية أكثر من الدفاعية. فهد العنزي مع المنتخب أدي رايح راد، بس ولكن في دفاع في بعض المباريات ما يقبل منه الجانب الدفاعي. في لاعبين سواء ضاري سعيد، سواء سامي الصافي، سواء حتى خالد القحطاني، لاعب أعتقد أن يسد المكان ويخلي فهد العنزي يتفرغ للجانب الهجومي، يجعل من فيصل زايد يتفرغ للجانب الهجومي. حلو. نعم في الشق الهجومي تشابهون، ولكن نعم في الشق الدفاعي فهد العنزي ميزة، ولكن نقدر تستغني عن الميزة هذه. جميل. نذهب إلى الخبر التالي ونفتح صحيفتنا في الرأي. العنوان يقول: مواجهة صعبة للأولمبي مع اليابان.
يلتقي منتخبنا الأولمبي مساء اليوم مع منتخب اليابان ضمن الجولة الثانية لدورة كأس دبي الدولية المقامة في دبي. كما يقام لقاء آخر لا يقل أهمية في سباق الصدارة يجمع بين منتخبي الإمارات وأوزبكستان، وتتصدر الإمارات ترتيب الفرق بثلاثة نقاط، ويحمل منتخبا اليابان وأوزبكستان في جعبة كل منهما نقطة واحدة بعد تعادلهما في مباراة مثيرة 2-2، بينما يخوض الأزرق مواجهة الليلة دون رصيد من النقاط بعد الخسارة في الافتتاح أمام الإمارات بهدف لـ2. منتخبنا الأولمبي أمام تحدي صعب، بداية يعني مهمة أن يحصد النقاط للاستمرار، لكن اليابان نعم انت مطلوب بالبطل، بطل الخليج ما توقعناه، بطل بطولة الكويت عودة الأولمبي مع المنتخب السعودي ومع المنتخب البحريني، منتخبنا أحرز البطولة وأشد المتفائلين لم يتوقع أن المنتخب يتوج في هذه البطولة. نعم تفوق على نفسه، قدم مستوى. انت لما تروح الإمارات تلعب مع الإمارات في اليابان وأوزبكستان، انت تلعب مع الإمارات ممثل الخليج في الأولمبيات، ممثل العرب في الأولمبيات 2012، منتخب جميل، منتخب بالمراحل السنية قاعد يقدم مستويات وقاعد يحرز بطولات على مستوى القارة. صحيح خسارة 2-1 الشوط الأول نعم سلبي، الشوط الثاني قدم منتخبنا أداء جميل جدا، في لاعبين برزوا نتمنى يمنحون الفرصة بغض غير اللاعبين اللي لعبوا بالكويت، يعني مثل مشعل خالد الشوط الثاني كان حديث الصحف الإماراتية، فهد عايد كان حديث الصحف، حديث الصحف الخليجية، شفنا المباراة المنتخب قدم شوط مثالي. نتمنى اليوم منتخب هذا جميل، نتمنى اليوم أمام اليابان يرجع لنا شيء من قاهر الشرق، الصحف الله الخليجية الله تكلمت وتغنت، عندنا لاعبين ممتازين وعندنا مبدعين، وأحرزنا بطولة على السعودية والبحرين والناس واصلين كاس العالم. صح صحيح وفزنا عليهم وتأهلنا. أعتقد أن المنتخب بفرحان، هل تنقصهم اللاعبين؟ نعم يمكن مو الثقة، الوقت، الانسجام، جهاز فني جديد، إيقاف 3 سنوات، أنت تلعب مع اليابان وأوزبكستان، أنا شفت مباراتهم، بنية جسمانية، فرق للأمانة قاعد تقدم مستوى مميز، 2-2 كانت مباراة جميلة جدا حلو. جدا تميزوا الفريقين بالبنية الجسمانية، نتمنى اليوم اللاعبين يستغلون ما عندنا هذه الميزة بفرق نوعا ما في بعض اللاعبين، لو شوي بعد يعني بدر طارق لاعب جميل، يوسف عايض قاعد يقاتلون يقدمون، لا من الناحية الجسمانية ما عندنا هالبنية، أعتقد ما عندنا، يمكن شبيب الخالد شوي جسم زين قدام بدر طارق جسم زين، المدافعين جسم، لكن اللاعبين النص والمهارين نعم يفتقدون الميزة هذه، يفتقدون البنية الجسمانية. أتمنى نعوض البنية الجسمانية بالسرعة، بالأداء الجماعي، بالكرة الجميلة. نتمنى لاعبين اليوم يقدمون لنا شوط ثاني مثل شوط الإمارات، وشوط مثل شوط أمام المنتخب السعودي اللي قابلناها من 2-0 إلى 4-2. نعم هل السقوط متوقع اليوم وهل الأمر عادي راح يكون؟ عادي، أنت تجربة، إحنا رايحين معسكر نستغلها، عند المحك الحقيقي شهر 3. نعم. في التصفيات المؤهلة إلى أولمبيات، المحك الحقيقي كل ما قبل شهر 3 هو تصحيح أخطاء، والخسارة تعلمك أخطائك، إن فازوا زين على زين، إن خسروا بالعكس أنت تعدل أخطائك، أمامك فرصة، أمامك معترك حقيقي في شهر 3 هي المحك الحقيقي وهي اختبار حقيقي وهي اللي راح نحمل المسؤولية. أما الآن مع الجهاز الفني مع اللاعبين نتمنى أنهم يعني يحاولون يعالجون أخطاء وانسجام كثر ما نقدر. أنا أشيد على إيدك وأشيد على يعني جميع يمكن الصحافة، صحافتنا المحلية، الوقفة هذه الجادة الصحيحة في الوقت المناسب. يعني الآن مثل ما قال أبو فرحان، إحنا تجربة، إحنا قاعد نخوض على قولتهم جولات تجهيز لـ3، وهذا دور الصحافة والإعلام أن الحين يوقفون يساندون المنتخب، سواء المنتخب الأول سواء المنتخب الأولمبي، لتصحيح الأمور والأوضاع لي إن شاء الله نوصل للنتائج المرجوة منها. نواصل صحفنا المحلية ونقرأ أيضا أهم ما جاء في صحيفة القبس، الأصفر والأبيض في سوبر السلة، ينطلق اليوم موسم كرة السلة المحلي، وذلك بإقامة لقاء السوبر بين الغريمين القاسية والكويت بطلي الدوري والكأس على التوالي في الموسم الماضي في تمام الساعة 8 على صالة كشيعان المطيري بنادي النصر، على أن يسبق المواجهة لقاء آخر لسوبر تحت 17 سنة بعد بين فريقي الكويت بطل الدوري والكأس، وكان وصيف البطولتين. لقاء اليوم بين الأبيض والأصفر لن يخلو من القوة والإثارة، لا سيما في ظل مساعي الأول للاحتفاظ بلقب البطولة التي توج بها في نسختيها السابقتين. لكن الخبر يقول لك الغاسي يعتذر. نادي القادسية عن خوض مباراة كأس السوبر متعللا في أمور قانونية، ولكن بتعلق أتكلم عن الجانب الفني اللي هو القادسية راح يقولك راح ألعب اليوم السوبر وبكرة راح ألعب مع برقان، يعني 17 راح ألعب سوبر و18، وأنا عندي لاعبين في عسكريين كانوا أثناء الأزمة وأثناء كانوا محجوزين وكانوا يعني ما كانوا يطلعون ولا كانوا يتمرنون بسبب ظروف
دوامهم يعني. نعم نعم. فالقادسية كأعتقد من الناحية هذه، الناحية الفنية أنا أعذر القادسية عن الاعتذار، شنو الغرامة وشنو اللائحة اللي عند اتحاد كرة السلة يطبقها على نادي القادسية، ولكن أنا كمتابع أعذرهم من ناحية، أما من ناحية الجانب القانوني اللي يكتبوا ذكروه في كتاب أعتقد هذا مردود عليه، وموضوع ثاني موضوع مختلف كليا. جانب الفني حلو، 17 تلعب السوبر، 18 تلعب مباراة ويا برقان. جميل. هذا هل في عالم كرة القدم شيء طبيعي؟ كرة السلة نوعا ما طبيعي، القادسية يشوفه مو طبيعي لأن لاعبينه ما تمرنوا. نعم. في لاعبين عنده محجوزين في أحد الوزارات، يعني وزارات قصدي وزارات داخلية، شرطة، حرس، حلو، العسكرية. نعم. العسكرية هذول ما قدروا يتمرنون معاه على أساس يتمكنون من خوض مباراتين خلال يومين. حلو. فهذا جانب أعتقد إنه تقدر تاخذهم الجانب هذا ان معاهم حق. معاهم حق، ولكن عاد الاتحاد اخذ قراره ب نعم. يعني اقامه المباراه وعدم تاجيلها. اتوقع وايد تاجلت ايضا، تاجلت في تطبيق، اعتقد تطبيق اللائحه، تطبيق اتحاد كره السله راح يطبق اللائحه، شنو عند اللائحه شو تقول عن الاعتذار. نعم. هل يقبل هل ما يقبل، هذا يخص اتحاد كره السله. يعني ما في سوبر؟ اعتقد ما في سوبر، كتاب القادسيه كان واضح، والفوز للكويت مبروك للكويت السوبر قبل ان تبدا. اخر صحفنا المحلي لهذا اليوم ستكون صاحبه الجريده والتي جاء فيها المله، عدم وضوح موعد استئناف دوري اليد يضر بالفرق. ابدا المدرب الوطني لفريق السالميه لكره اليد خالد المله امتعاضه عن من عدم تحديد موعد استئناف مباريات الدوري العام، لا سيما بعد ايقافي لسوء الاحوال الجويه التي مرت بها البلاد. وقال إن عدم وضوح الرؤية بالنسبة لموعد المباريات المقبلة أربك حسابات جميع الأندية، خصوصا المتنافسة على بطاقة الصعود لدوري الكبار، لأن الجميع لا يعلم هل سيتم لعب الأسبوع التاسع الذي توقف عنده الدوري أم سيتم ترحيله إلى نهاية المسابقة، وذلك لمعرفة هوية الخصم في المباراة المقبلة. نبي تعليقك على هذا التصريح. لا طبعا هذا انا ما اتفق مع التصريح هذا، اي مدرب واي نادي عنده رزنامه، عنده عمل، عنده. نعم. ترتيب، عنده اصابات، عنده لاعبين، عنده يعني جدول زمني هو حاط بدايه الموسم. نعم في ظروف استثنائيه تخليك تاجل يوم، تاخر. صح. يوم. صح. يومين، ولكن التاجيل الغير محدد او غير معلوم التاريخ التاجيل، اعتقد هذا يربك مدربين، يربك لاعبين، يربك اجهزه فنيه، يربك اجهزه اداريه. انا اتفق مع التصريح، نعم اجلت لسوء الاحوال الجويه، اعتقد المفروض التاجيل ما ياخذ اكثر من 48 الى 72 ساعه. حلو. على الاقل يتم تحديد. زين. يتم تحديد اذا ابو فرحان الصاله غير جاهزه او مثلا فيها المال احد والخير احد تحديد الاسبوع الخامس والرابع الاسبوع السادس. نعم. احد تاريخ معين، ولكن نخليها مفتوحه اعتقد هذا الشيء خطا، شيء خطا من الاتحاد. الاتحاد نعم اللي يدير الدوري طبعا. صحيح. هل صحيح هي لجنه مؤقته، هل. نعم. هي الاتحاد، خصوصا بعد الاحداث الاخيره، هل هو الاتحاد او لجنه مؤقته، ايا كان تحديد الاسبوع المؤجل هذا تحديد ضروري، واعتقد انه مستحيل يلعب قبل نهايه الجوله او قبل نهايه مباريات الصعود اللي الاسبوع السادس او الاسبوع السابع. زين هل هو تم تاجيل هذه الجوله، ليش ما يلعبونها بعد العوده؟ يعني ليش العب الجوله اللي بعدها؟ ليش ما العبها؟ اتكلم اقول بعد الجوله الرابعه، الثالثه، الخامسه، احدد بالضبط. التاريخ، هذا قصد خالد المله، اني احدد تاريخ الجولة اللي أجلت. نعم. ما أخليها مفتوحة في فرق يمكن ما تنفعها الجولة هذه. صحيح. أو يمكن فرق. صحيح. تعطي فرق، أو يمكن فرق التنازل عن فرق. صحيح. تدخل في أمور، تدخل في متاهات أنت غني عنها. برافو. هذا برافو. هذا كلامك سليم، ونقطة في محلها للكابتن خالد الملا، نتمنى يعني الأمور ما تأخذ يعني على قولته منحة آخر بتفسيرات أخرى بدخول في النوايا. إنزين إن شاء الله كل الأمور راح تكون طيبة، ونرى دوري يد فيه تنافس كبير، دوري كرة سلة فيه تنافس كبير، ودوري أيضا كرة قدم وبقية الرياضة فيه تنافس كبير. شكرا لك كابتن ماجد، أستاذ ماجد المهندي، على وجودك اليوم، وإن شاء الله رحلة موفقة وين ما تكون، ونراك إن شاء الله في حلقة أخرى. شاكر لك أبو شاهين، وشاكر السادة المشاهدين، إن شاء الله كنا خفيفين عليهم إن شاء الله. دائما حلو طلتك ويانا يعني. حبيبي. بعد الانتهاء من جولتنا المحليه لهذا اليوم نذهب لفاصل قبل البدء باستطلاع الصحف العربيه. نبدأ مع الرياضية السعودية،
سلة الأخضر تهزم الجزائريين وتتوج بكأس العرب. وفي الراية القطرية العناب يتاهب للاختبار الأيسلندي. وفي الدستور الأردنية النشامة يستضيف الهند الليلة في مواجهة تاريخية. أولى صحفنا العربية ستكون هي الرياضية السعودية التي جاء فيها سلة الأخضر تهزم الجزائريين وتتوج بكأس العرب. توج المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يوم أمس بكأس منافسات البطولات العربية في نسختها 23 والتي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة بعد تغلبه على نظيره الجزائري ب 85-81. وقدم المنتخب السعودي مستوى رائع ومميز في المباراة النهائية وخلال مشاركته في البطولة، وكان محل إشادة جميع المتابعين والنقاد لها. معنا الاتصال من السعودية الإعلامي فهد الجلعودي. معنا الاتصال جاهز؟ حياك الله أخوي فهد. هلا والله اخوي محمد، يسعد مساك طال عمرك والف مبروك. الله يبارك فيك يا اخوي محمد، ومشكورين على هذا الاتصال وعلى هذه المتابعه اللي غير مستغربه عليكم. الله يحفظك. دائما تشرفني في هالبرنامج وفي البرامج الاخرى ايضا. الله يطولك وعمرك ان شاء الله. وبالفعل بالامس الاخضر للسله قدم الفرح لنا كسعوديين بحصوله على البطوله العربيه الذي قامت في مصر. وهذا الفوز اتى بعد ايام قليله من تحقيق منتخب الشباب طبعا لبطوله كاس اسيا للشباب. ونحن الآن نعيش حصاد الدعم الكبير من سيدي خادم الحرمين ولي عهد الأمين ومعالي المستشار تركي آل الشيخ. حلو، شلون شفت الأجواء خلينا نقول في هذا اللقاء أمام المنتخب الجزائري؟ هل كان شيء متوقع أن يقدم المنتخب السعودي نفسه ويحصد البطولة؟ شوف أخوي محمد، من بداية البطولة المنتخب السعودي يعني أظهر شخصية البطل في هذه البطولة. كان المنتخب معد إعداد كبير نتيجة الدعم الكبير والذي حصل عليه قبل البطولة. فكان المنتخب السعودي يعني من بداية البطولة النقاد في العرب والخبراء في كرة السلة كانوا يرشحونه بعد ظهوره في المباراة الأولى. حلو. فكان المنتخب السعودي يعني مؤهل للبطولة وحصل عليها باستحقاق. طبعا تغلب على منتخبات كبيره وخبيره في كره السله واخرها منتخب الجزائر القوي، وكانت مباراه امس صعبه جدا. نتيجه قريبه فعلا. قريبه جدا، وبالفعل منتخب الجزائر منتخب قوي على مستوى قاره افريقيا. ولكن المنتخب الاخضر كان عند الموعد وقدم مباراه كبيره جدا واستطاع الحصول عليها في الدقائق الاخيره. استاذ فهد، يعني اذا انت بالبدايه مقدمتك كانت جميله، احنا ايضا نشيد بهذا العطاء بهذا السخاء بهذا الدعم من قبل المسؤولين في المملكه بدءا من الملك وصولا ولي العهد الى السيد تركي آل الشيخ. هل هذا الدعم فعلا نتائجه قاعد تشوفونه ملموسه وبشكل سريع؟ والله العظيم يا اخوي محمد، يعني حتى اللاعبين الرياضيين بالمملكه يعني احنا متفائلين جدا في بعد الايام المقبله. جميل. يعني في دعم كبير جدا لجميع الالعاب، دعم كبير على مستوى لعوده الرياضه السعوديه لسابق عهدها. فاكيد اذا كان هناك دعم كبير ومتابعه واهتمام صدقني ستحصد النتائج، واحنا الان نرى حصولنا على نتائج. صحيح. انجازات على ارض الواقع، وهذا خير دليل. انجازات دون دعم. الدعم الذي يلقاه الرياضيين السعوديين في هذه الفترة. حلو. هو دعم كبير جدا على جميع الأصعدة والجميع الألعاب. ممكن. فإن شاء الله سنرى نتائج كبيرة قادمة بعد في جميع الألعاب بإذن الله تعالى. وهنيئا لكم هذا الدعم، وأكيد النتائج اللي فعلا قاعد نشوفها على أرض الواقع بشكل كبير وبشكل سريع، وفعلا ترفعون الراية الخضراء العلم الجميل بالمملكة العربية السعودية. شكرا لك إعلامينا فهد الجلعودي على هذه المشاركة والمداخلة فيما بين السطور. نذهب لصحيفتنا الثانية وهي الراية القطرية والتي عنونت العنابي يتأهب للاختبار الأيسلندي. يا
يبدأ العنابي القطري الأول لكرة القدم اليوم الاستعدادات الخاصة بالتجربة الودية الأوروبية الثانية التي تجمع مع نظير الأيسلندي مساء الاثنين المقبل في ختام معسكري الأوروبي الذي انطلق في 11 من الشهر الجاري، وبدأ بلقاء نظير السويسري الأربعاء الماضي ضمن استعداداته الجادة والقوية لخوض منافسات كأس آسيا 2019 من 5 يناير إلى 1 من فبراير القادم. وفاز العنابي في تجربته الودية الأولى على حساب الفريق السويسري الثامن العالم بهدف للا شيء سجله أكرم. ممتاز ممتاز، هذا الطموح، هذه الرغبة، الفكر القادم نسعى للأفضل، هذا الشعار اللي دائما يطبقونه المنتخبات الخليجية. وفعلا أنت تفوز على سويسرا ثامن الأندية ثامن المنتخبات العالمية، أيضا اليوم خطوة ممتازة قوية أمام المنتخب الأيسلندي، وإن شاء الله على قولتهم الخير بالقبال لجميع من يجتهد ويثابر على نفسه. ثالث صحفنا العربية ستكون الدستور الأردنية. النشامة يستضيف الهند الليلة في مواجهة تاريخية. يستضيف المنتخب الأردني لكرة القدم اليوم ضيفه الهندي على استاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة في إطار تحضيراتهما للمشاركة في نهايات كأس آسيا المقرر في الإمارات بداية العام المقبل. وأصبح المنتخب الهندي من المنتخبات المتطورة، فهو يتفوق على منتخبنا في التصنيف الدولي حيث يحتل المركز 97 فيما يستقر المنتخب الوطني بالمركز 112 وهو 112. صحفنا المحلية والعربي لهذا اليوم انتهت، فاصل ومن ثم نواصل مع الصحف العالمية. نبدأ مع صحيفة الإكيب. الطواحين تكسر صمود الديوك. وفي صحيفة كوريري، سانتوس لن نحترم الأزوري كثيرا. وفي ديلي ستار، اليونايتد يقترب من قناص غريميو. نستهل جولتنا العالمية من صحيفة ليكب. الطواحين تكسر صمود الديوك. كسر منتخب هولندا صمود نظيره الفرنسي بعدما فاز عليه بهدفين دون رد في دوري الأمم الأوروبية، وأوقف منتخب الطواحين بهذه النتيجة سلسلة صمود أبطال العالم على مدار 15 مباراة دولية رسمية وودية. وتعود آخر خسارة لفرنسا بالسقوط أمام كولومبيا بثلاث أهداف لهدفين وديا في شهر مارس الماضي. وتعد هذه الخسارة رقم 16 في سجل المدرب ديشان في 88 مباراة مع فرنسا منذ توليها المسؤولية في 2012. قلت لك الطواحين اللي قاعد تقدم نفسها بشكل مروع وجميل أيضا في نفس الوقت، يعني في المباراة الأخيرة تفوز على المنتخب الألماني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، واليوم تفوز على بطل العالم بهدفين مقابل لا شيء. فريق محترم بدأ من حراسة المرمى وصولا إلى خلينا نقول المهاجمين بقيادة جميلة مميزة هولندية خالصة. فعلا البرتغالي قاعد يقدم نفسه، وأتمنى دائما وأبدا يكون في منصات التتويج اللي يكون بعيد عنها من خلال السنوات الأخيرة. أيضا تطرقت صحيفة كوريري إلى سانتوس نحترم الأزوري كثيرا. أشاد فرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال بلاعبي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، وقال سانتوس: رونالدو أفضل لاعب في العالم، دعونا نرى ما إذا كان سيعود للعب معنا في مارس المقبل. وأضاف: لن نلعب فقط على الهجمة المرتدة والدفاع أمام إيطاليا، هم لديهم الكثير من الجودة،
لغة تغيروا كثيرا منذ مباراتنا الأخيرة معهم، ولذا علينا أن نكون مستعدين. وأتابع لدى المنافس تاريخ كبير، ونعلم أننا سنضطر لاحترامه، ولكن ليس كثيرا، وسيكون تحديا رائعا بالتأكيد. مباراة من العيار الثقيل ما بين المنتخب البرتغالي والإيطالي، نحن على موعد أكيد، والطليان يبون يعني يردون هيبتهم، هيبة الطليان، التاريخ الكبير، اللون الأزرق الجميل. نذهب إلى أخيرا الصحيفة الأخيرة في ما بين السطور ديلي ستار. اليونايتد يقترب من قناص غريميو. كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نادي مانشستر يونايتد استعد تدعيم خط هجومه خلال الميركاتو الشتوي المقبل. وفقا لما ذكرته الصحف، فإن مان يونايتد على استعداد لتقديم 30 مليون باوند لغريميو البرازيلي للتعاقد مع اللاعب سوسا سواريز. ويجد المهاجم البرازيلي المميز اللعب القدم اليمنى، وقد خاض خلال الموسم الحالي ببطولة الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس حوالي 31 مباراة، سجل خلالها 16 هدف فقط. جود لك لليونايتد البعيد عن التسجيل والبعيد عن النتائج المميزة في البريمير ليج. نتمنى فعلا من بعد لوكاكو نرى هذا اللاعب متواجد في الأولد ترافورد، ونشوف كسابق عهده أيام يعني أيار وايد وايد أسامي، يعني والله فان نيستلروي، بنروح على أسامي ما فان بيرسي مثلا، آخر شيء الأسامي المميزة اللي كانت في مانشستر يونايتد، بعد ما بيرجع ورا اللي ورا يسولفون السمر جدا. على العموم وصلنا للختام فيما بين السطور، الوعد يتجدد إن شاء الله في حلقة أخرى. مع السلامة.